درجه انا وكنحلم بانني لبستوني ديال المنتخب ونطاكي المنتخب ومثل المغرب احسن تمثيل. انا الحلم ديالي نتدا ونولي ثاني لاعب في بارسا. تحط قافلة مواهب كروية بحال اليوم بالمديرية الإقليمية بمراكش في محطتها السابعة. هذه القافلة المنظمة من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ومؤسسة ميوسك استراتيجي، الشركاء المؤسساتيون وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وزارة الشباب والثقافة والتواصل كما وزارة الداخلية. والغرض من تنظيم هذه القافلة هو اكتشاف المواهب الرياضية في كرة القدم في الفئه العمريه ممتده ما بين 13 و 14 سنه. بالنسبه للمديريه الاقليميه بمراكش سجلت انطلاقه هذه القافله اجواء جدا متميزه، بحيث تم تسجيل ازيد من 1000 طفل وطفله خلال الفتره الصباحيه. عمليه التسجيل لا زالت مستمره موازاه مع تنظيم مباريات من أجل اكتشاف المواهب الرياضية في كرة القدم. يسهر على هذه العملية أطر رياضية مختصة يقومون بتتبع تنظيم هذه المباريات من أجل الوقوف على المواهب الرياضية في كرة القدم في صنف الذكور وصنف الإناث في الفئة العمرية المستهدفة. والغرض هو اكتشاف النخب الرياضية في كرة القدم التي يمكن أن تواصل مسارها وتطور موهبتها في كرة القدم، وذلك من خلال توجيهها لمسالك رياضة ودراسة وكذلك إدماجها في الأندية الاحترافية لكرة القدم.